خليني ارحب جديد بوفي برنامج كوفي تايم مره اخرى باسمي. نعتذر عن هذا التاخير. البرنامج هذا او مبشرنا لكل مره تتفاعلون فيه معنا عن طريق الاتصالات الهاتفيه والارقام الظاهره اسفل الشاشه كالعاده، ما عليكم غير تتصلوا بنا اكيد وتتفاعلوا معنا، وراح يكون موضوع النهار اليوم دائما في إطار التوعية والتحسيس ضد مرض الكورونا. وسؤال تفاعلي لمباشر النهار اليوم: لماذا الجزائريون يرفضون الحجر المنزلي؟ أكيد علاش الجزائريين محبوش الحجر المنزلي، وما زال للأسف لحد الآن نشاهده مثل مظاهر التجمعات عبر مختلف الشوارع والساحات. لكن قبل ذلك ربما السادة المشاهدين يتسألوا يقولوا كيفاش عقموا فريق وأسرة كوفي تايم ستوديو تاعهم. يلا احنا جونا شباب من شركة بي اتش سي اللي راح يكونوا حاضرين معنا الآن باش يدخلوا يكملوا عملية التعقيم، لأنه التعقيم يعني عنده ظروف خاصة. إذا شركة بي اتش اي يتفضلوا معنا اللي داخل البلاطو السبب الأولي التعقيم. لأنه ما كناش حاضرين في البلاطو لأنه كان فيه يعني جهاز خاص يمنع أنه الناس العاديين، لأنه هما حاطين دي ماسك سبيسيال لهذا المادة، وإحنا كنا خرجنا من البلاطو خليناهم يعقموه لمدة ربع ساعة وما قدرناش نعاودوا ندخلوا حتى يروح كامل هذاك البرودوي. والآن هما راهم يقوموا بعملية ترش مواد خاصة كما رانا نشوفوا. إذا هذه ما بيش لتعقم الأشخاص ولا لا، لكن ما دام أنه تعقم يعني تفضل عقمنا لهذو الأمور. نشكروا يعني الأفراد المؤسسة، ودائما كما كنتم تشوفوا هما راهم بتجهيزات خاصة حتى الأحذية تاعهم، يعني كل شيء لازم يكون مغطي، لأنه هذه الروائح والمضادات هذه المواد الكيماوية يمكن تأثر على الجهاز التنفسي للإنسان والرئتين. إذا هذه عملية التعقيم، نتمنى أنه كامل أصحاب الشركات والمحلات ياخذوا مثل هذه الاحتياطات والنماذج. وفيه الآن مؤسسات صغيرة لا تقوم بعمليات التعقيم عبر مختلف المناطق، لانه محمد الكل سالنا قالوا لنا كيفاش انت ومحمد راكم تريحوا في بلاطو واحد، المسافه اللي بيناتكم قريبه جدا، راهي يا ربي واحد ال 20 سنتيمتر. احنا نقول لكم باللي واحد 50 سنتيمتر بيناتنا، ولكن احنا نقول لكم انه كل مره هنا البلاطو راهو ياخذ الناس اللي راهي معنا ولا حتى الفريق التقني الكل راهو باللي ماسك، وحنا رانا كل مره نجيبوا يعني الشركات الخاصه اللي تقوم بتعقيم البلاطو. اهم شيء فذكرونا فقط باسماء الشباب: نسيم ليرا وامين ايمن ومصطفى ونسيم ليرا وكل سكان حي دراريه، تحيه لهم على المجهودات اللي عم يقوموا بها. ودائما احنا ما ننساوش المعقم اللي نقوموا به في كل مره. هذا للاستعمال اليوم، هذا هو الاساس يعني، لكن التفريط منه راهي الناس بزاف راهي تحط كل خمس دقائق كل دقيقتين، يعني ما ندخلوش في مرحله المرض. كما واحد قال لهم انا على بالي كنت سمر، قال لهم لا وليت اللي يستعمل كثير جل. هذا الجل اللي يتحط كل احنا نقولوا كل 10 دقائق 15 دقيقه. هي المنظمه الصحيه تقول لك ربع ساعه نص ساعه، واذا الواحد مس باس ولا خرج برا ولا قضى ولا يعني بكمية قليلة أكيد يعني كتر شوية برضه مش شامبو يعني تغسلوا بها ولا راح نستقبلوا اتصال أول اتصال من باتنا على ما أظن. شكون معانا من باتنا؟ مساء الخير أول متصل ياسمين. مساء الخير عليكم. ربي يبارك فيك وربي يحفظك الأخ فتح. شكرا لك فتح. أين أنت يا سي محمد؟ احنا توحشناك، ولما نشوف الشاشة وياسمين عينيك خمسة وخمسة عليكم. بالخصوص هذاك سي محمد هذاك اللي ريبوند عليا التليفون، ياسر السور اللي راهو في استقبال الاتصالات ديالنا. احنا كل طاقمنا راهو الحمد لله يعني في خدمتكم. يا محمد انا محمد نبغيه بزاف، ولكن يا سي محمد وين تروح لما تكون في الشاشه نتفرج فيك هكذا؟ والله ما على باليش كيف رايح نعبرها لك. ربي يبارك فيك الاخ فاتح ودمت مشاهد وفي. عبد الله من باتنا. عبد الله الوفي وفي البرنامج من ولايه باتنا.
قلت هذيك المره قلت لك خلي لهم رقم الهاتف تاعك يا عبد الله وما خليتوش، لكن بعد هذا الاتصال خلي لهم رقم الهاتف تاعك. محمد. نعم. والله خليت رقم الهاتف مع الزميله هذيك ديالك، المهم شوف لما كلمت كملت النيميرو لخرت تكوبات يعني تكوبا للتليفون، والله غير كليت لك يعني النيميرو كامل وشتنيتك بزاف، قلت محمد درك يتصل بينا معليش خليه لياسر وبعد البرنامج راح نتصل بك ان شاء الله. قول لي يا عبد الله احكي لي في بيتنا كيفاش راهي الاجواء تاع الحجر المنزلي عندكم في بيتنا. والله يا سي محمد واش رايح نقول لك، انا نتاسف لك شويه لانه ما ندورش بزاف، ما ندورش انا بزاف ويعني نقدر نقول لك انا والله تعبان شويه، راني مريض بلا المرض هذا، انا دوريجين مريض. يا ربي يشافيك طاهر ان شاء الله، ربي يشافيك ان شاء الله، ان شاء الله ربي يشافي كل مريض. وبالنسبه للمرض هذا يعني اللي جاء عندنا نتمنى ونطلبوا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يرفدوا الينا ان شاء الله، وهو حاله خطيره ان شاء الله، ان شاء الله خير. وراني نتفرج في العاصمه يعني ما شاء الله راهم قايمين بالواجب تاعهم ويعطيهم الصحه. وانا طلب يا سي محمد يعني مباشره نطلب من السلطات تاعنا هنا في بيتنا بالخصوص مدينة روس العيون يعني يقوموا بالنظافة يعني قد ما يقدروا، لأنه الشغل ما عجبنيش واش يوصلني عبر الهاتف هنا يعيطوا لي جماعة ما همش قايمين بالنظافة يعني مليح مليح، وبالتالي خايفين شوية. عبد الله فقط احكي لنا على بيتنا بما انه قلت العاصمه انه ما شاء الله راهي الناس فيها راهي على قدم وساق انه تحمي نفسها وتحمي العائله ديالها، ولكن احكي لنا على المدينه لك فيها ولا حتى الولايه. والله العاصمه انا كما نشوفها ياسمين والله غير ما شاء الله، راني نتفرج في الاخبار وعجبوني يعني راهم قايمين بالنظافه يعني قد ما قدروا، ولكن هنا عندنا انا مانيش ياسمين انا مانيش في بيتنا اكزاكتومو بعيده شويه عليا بيتنا بحوالي 70 كيلو متر. انا نهضر على المنطقه تاعنا. اه احكي على المنطقه ديالك ماشي مشكل. المنطقه ديالنا ما همش يعني قايمين بالواجب، ناقصين كما نقولوا احنا ناقصين على ارضيه الميدان، ما همش قايمين بالنظافه. وانا لما نشوف العاصمه هكذا والله طلبت انا ياسمين نطلب من السلطات المعنيه يعني يقوموا لنا هنا بالنظافه، ما همش ينظفوا، وبالخصوص السكنات كما نقولوا احنا السكنات تاع الباطيمات يوسخوا بزاف، ونطلب يعني من السلطه في اقرب وقت يعني يقوموا بنا. ان شاء الله ان شاء الله النداء تاعك يكون وصل للسلطات عبد الله، وانت يعني وانا سعيد سي محمد معك، والله سعيد جد نورا ربي يبارك فيك. والله سعادة انا اسعد نبغيك بزاف سي محمد ربي يبارك، والله غير احنا اسعد وحتى انا يعني نحبك في الله اخي الكريم. قلت لك خلي له رقم الهاتف ياسر وراح نعود نتصلوا بك بعد قليل. ربي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك على الاتصال عبد الله، وتحياتنا لكل الناس باتنا. ويقول يعني شهاده وشهد شهيد من اهلها انه كاين مدن احنا ما نروحوش دايما الدوله هي اللي ما يشتنقي، كذلك الناس اللي راهم عايشين، وكان كل واحد ينقي قدام داره، كل واحد يكنس قدام داره، كل واحد يرش لا جافيل ولا الديتيرجون قدام داره راح ينقص مساحه كبيره على على على, 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 على عاتق البلديه وعاتق البلديه. قالت لهم ماشي ترشوا، البلديه قالت لكم حكموا ديالكم، انا اللي نجي نرش، انا اللي نجي نغسل لكم البيبان، انا اللي نجي نمسحهم. فقط يعني للاسف البارح شفنا مظاهر انه قوات الامن ولات تتفرق الناس يعني التجمعات في الخارج. اليوم صباحا يعني الامور يعني نقولوا الغالبيه 70% بالك انه المحلات مغلقه باستثناء محلات بيع المواد الغذائيه والصيادله، الناس ما كاش حركيه بزاف في الشارع، لكن في الاحياء الشعبيه مازال الناس تتجمع امام مداخل العمارات، مازال الناس تخلي اولادها يعني يهبطوا يلعبوا، يعطوا لهم بال ويهبطوا يلعبوا. يعني واش راكم تنتظروا ان اولادكم واش راح يجيبوا لكم؟ يعني راح يجيبوا لكم مازال ما دخلتش في راسها فكره
انه هذا الحجر المنزلي ما راهوش شيء راهو لعب ولا راهو مزحه. قال لك فتره رانا احنا نحوسوا فيها انه يكون اقل الاضرار. الارقام راهي تزيد كل يوم، ما نخبوش على بعضنا، وحنا كمؤسسه اعلاميه ما راناش نعطوكم ارقام خاطئه. كل هذا الشيء ارقام تاع وزاره الصحه، وزاره الصحه يعني. راهي تمدهم منا، وحنا رانا نحاولوا ننقلوا الشيء اللي راهو مش مليح راهو يصرف في البلاد ديالنا. اقعدوا في دياركم، حنا رانا نتنقلوا، والله صدقوني انه رانا نتنقلوا غير للعمل فقط. تشوفونا في التلفزيون يعني ننجوكم بالضحكه ونجوكم كذا انه نرفعوا عليكم، ولكن انتم اقعدوا كل خطرة نعاودوا ونوهوا اقعدوا في دياركم. الجزائري ما حبش يفهم هذا الفكرة انه لازم تقعد في البيت ضرورة، هذا مفروض عليك وليس انه ما راناش مخيرين. رانا في مرحلة جد خطيرة. الأرقام راهي تزيد يوم عن يوم يا ناس. والله أنا نذكر أن وزير الصحة اليوم صباحا قال بأنه احنا رحنا الآن إلى المرحلة الثالثة ستاب تروا، يعني الأمر الآن نقدروا يعني في كل لحظة يمكن فرض حالة الطوارئ ومنع التجوال في الخارج. أكيد لأنه ما دام أنه التوعية ما فادتش، وما دام انه النصائح ما فادوش، وما دام انه يعني الحالات والشهادات والصور الصادمه ما فادتش، فكل هذا يعني ما فادش مع بعض الجزائريين. فالواجب انه الواحد يعني يخرج، هو تولي تخرج مصالح الامن لضبط المخالفين. نروح نستقبل اتصال اخر معنا من ولايه شلف، والاخ محمد. مساء الخير محمد، اليوم الكل متصلين. الحمد لله يا ربي. وانت بخير؟ كيفاش الاحوال عندكم العاصمه؟ الحمد لله يا ربي. محمد، الحجر المنزلي. الحجر المنزلي، انت والد اسره؟ انا والد اسره. الله يبارك. الاولاد ديالك كامل راهم قدامك في الدار؟ راني المتعرف في جيبي. قل لي محمد، انت يعني التزمت بالحجر المنزلي انت وافراد الاسره تاعك، لكن ما كاش كاين جزائريين يعني ما حبوش يقتنعوا بهذه الفكره. في رايك يعني وشنو هو الان الحل معاهم، هؤلاء مع هذه الفئه؟ ان شاء الله نقولوا ان شاء الله يتوعوا مع التوصيه تاع الدوله. ما نقولوا ان شاء الله واش راح ديري. احنا الحمد لله رانا قوات الامن راهي واقفه، الشعب انا شويه راه كما اليوم البارح واليوم راه الناس قابضت الديارة ماهيش كما بكري. يعني في ولايه شلف، واش من المدينه لك فيها اكزاكت في شلف؟ انا من مدينه ابو الحسن. ابو الحسن. الله يبارك. قل لي المنطقه هذيك كيفاش راك انت عايش؟ في حي سكني يعني دي باتيما ولا دي ميزون؟ لا حي ارضي. يعني الناس راه ما الحمد لله الناس ماهيش تخرج اولادها برا، ما تشوفش. لا ما كانش الاولاد حاجه قليله ماهيش. جميل. ماهيش حاجه تاع جميل. قل لي محمد، في الحجر المنزلي واش راك تقضي في اوقات الفراغ تاعك؟ يعني واش راك دير نهار كامل؟ مع التلفزيون مع الاولاد، كان لي شويه يراجعوا الاولاد. تخي بيان. جميل يعني. مع الشغل تاع الكوزينه. لا شويه باش ما نقضيش، ما ندور شويه. ما تدور شويه، قلنا ما تدورش يا خويا، روح شري وشري. قضي ولي. من الحانوت السلام عليكم، اعطيني ديك الحاجه انا عاد نولي، والله مونطا 14 ساعه. معليش يا اخي، ربي يقدرك ان شاء الله. نشكرك. يقدركم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كثير. ونشكركم، اول مره هدرت معكم. ان شاء الله ما تكونش اخر مره. ان شاء الله ما تكونش اخر مره. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يحفظكم. الله يخليك. شكرا لك محمد. المرضى ان شاء الله. امين يا رب. امين ان شاء الله. شكرا جزيلا الاخ محمد. ان شاء الله ربي يبارك فيك. السلام عليكم. سلام. شكرا جزيلا الاخ محمد من ولايه اشرف. نعود نذكر فقط الساده المشاهدين انه الى غايه امس، يعني الى غايه صبيحه اليوم، ما سجلناش وفيات جديده، لكن للاسف تم تسجيل هروب شخص من الحجر الصحي بولايه بسكره. لذلك على المواطنين في ولايه بسكره، راهم تم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، اذا شفته لا بلغوا مصالح الامن، لانه هذا الشخص راح يكون خطر
خطر على الصحة العامة، وللأسف أيضا ياسمين انتشار الإشاعات الكبيرة في إصابة الفنانين الجزائريين، الكل على مواقع التواصل الاجتماعي كي اللي ما عندوش خبر صحيح. شخصيتان معروفتان اللي هما الفنان حميد عاشوري كان مريض، ولكن داروا صورة ديالو قديمة على ما أظن أنه حميد عاشوري توفي، ولكن هذا الخبر إشاعة وليس صحيح. كذلك الأستاذ سليمان بخليلي يعني قالوا في الحجر الصحي، وإحنا الابن ديالو يعني هو المخرج مخرج مباشر كوفي تايم، هو يأكد أنه الوالد ديالو راه بالصحة جيدة وقاعد في البيت أو في الحجر المنزلي الأستاذ بخليلي أهله وداره، ربي يخليه لأولاده إن شاء الله. تحياتنا للأستاذ سليمان بخليلي. نقول لك معليش يعني في كل مرة تطالك الإشاعات، لكن نبقى في الحجر المنزلي، ما قالوا في الحجر الصحي. هي الإشاعات تطال دائما الشخصيات اللي محبوبة أكيد يعني، واللي بالك ظهورها يكون قليل على شاشة التلفزيون، كل مرة يلا باش يشوفوا ردة الفعل ديالها إذا كانت موجودة ولا لا لا يطلقوا فيها إشاعة. ولكن هذه الإشاعة بين قوسين ماهيش مليحة، موت مرض ماهيش إشاعة، بالك حتى تقدر تأثر يعني بشكل صح على العائلة. أكيد على العائلة وعلى الشخص. اليوم أيضا نتحدث مشاهدينا حول تأثير هذا الفيروس اللي يتحول إلى وسواس قهري عند بعض الأشخاص ولو نوضوا يعني ورغدوا بفيروس كورونا. أيضا نتحدث لماذا عقلية الجزائري، لماذا الجزائري في ذهنيته في عقليته في تفكيره يرفض فكرة الحجر المنزلي. رغم أنه الشعب الجزائري مر بتجارب مثل هذه يعني في وقت الإرهاب كان الكوفلوفو الخمسة على العشية كانت الناس كانت في دارها تدخل البيت وكانت في النهار يا محمد ما تقدرش تخرج بالطريقة اللي تكون فيها يعني حرية مطلقة. خصوصا يعني في بعض المناطق بالك الأولياء ديالنا والكبار في السن أنه يحسوا بهذا الشيء، ولكن لا جينيراسيون هذه جديدة اللي في خيفال شوية تحس باللي الحجر نريح في الدار، ولكن ولا حانوت محلول ولا باخ داتراكسيون محلول ولا كاين الفليزير تاعو ما كان حتى يعني حاجة يعني برك باش توقف في الزنقة وتقعد متكي على الحيط يعني والله غير شيء ما راهوش. ريح في الدار تكسل دير لا تيلي. البارح محمد عطى لكم عطيت لهم نتفليكس عطيت لهم اجيبات عطيت لكم سيما.com عطيت لكم كل شيء، عطيت لكم موقع جامعة كامبريدج اللي عطيت لكم 200 كتاب تقدروا تطالعوا، عطيت لكم كل شيء. ايضا ياسمين بخصوص يعني هذه تاع الحجر المنزلي، كاين في دول اخرى يعني اللي ما يحبوش يعملوا الحجر المنزلي تم فرض عقوبات. شفنا فيديو في ايطاليا واحد الشخص يعني خرج في الخارج وقال لهم انا ما ندخلش الحجر المنزلي، فجات الشرطه يعني وتم اعتقاله. واحد المسؤول الايطالي قال الشباب الايطاليين قال لهم جدودكم ضحاوا بانهم شاركوا في الحرب العالميه الثانيه، فانتم ضحيوا بانكم تبقوا في بيوتكم في يعني الاولى القعاد في البيت والاكل والشرب والرقاد. السجن المنزلي احسن من السجن الحقيقي. اكيد السجن المنزلي احسن من السجن الحقيقي. وحتى الصوره اللي راهي تبارطاجات على مواقع التواصل الاجتماعي شفتها مفصول، انا كنت بارطاجيتها انه الاريكه تاع المنزل ولا لا قدر الله يعني الله يعافينا كامل سرير المستشفى، قال لك انت ليك الاختيار. ليك الاختيار لا اريكه المنزل ولا سرير المستشفى. لا اريكه المنزل، ونشوف المتصله يعني معنا وش حتخير اذا الاريكه ام المستشفى. الاخت من ام انصاف من ولايه المديه، مساء الخير. مساء النور. واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راكم نتوما؟ الحمد لله يا ربي. واش راكي الاخت ياسمين؟ الحمد لله يا ربي. وانت يا انصاف واش راهي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. ام انصاف قولي لي كيفاش راكي مع الدراري في الدار في الظروف هذه وتطبيقا للحجر المنزلي؟ الحمد لله والله راني شاده كاع وليداتي. الحمد لله. الحمد لله. راني مجهزت لهم كلش الحمد لله. راني مع الميناج ميتواياج العجاجن. شفتي العجاجن؟ واش عجنتي اليوم ام انصاف؟ خبز الكوشه. الله يبارك. خاطر نيفيتو الخبز هذاك اللي في الشارع. شحال عندنا شحال عندهم الامهات بالك ما عجنوش، كاين اللي ما تعجنش كل يوم بيان سور كاع يشروا الخبز. كل يوم صح مره
بصح هذه المرة كثرنا شوي. كثرت. أنت قلتي كي ما شفت واحد مسكين في السوبيات قالوا الطاجين ما عندكش السميد وقالوا الطاجين ما كاش. الحمد لله كلش. يسلوا تاع الدار يعجنوا لهم ويبيعوا لهم. أكيد ناس المدية يعني معروفين بالشطارة ومعروفين أنهم يعني يحافظوا على العادات والتقاليد ضمنها أنه بلا كل أسبوع يكون فيه العجن وكل شيء. أم إنصاف إحنا للأسف أنا نشوف أنه كاين أمهات يعني نقول أمهات يعني هم ربات البيوت هم اللي يسيروا البيت يخلوا أولادهم يخرجوا يلعبوا في مثل هذه الأوقات وشنو هي النصيحة اللي توجهيها لهم على المباشر؟ لازم عليهم يشدوا أولادهم خاطش لازم هذا مرض ولازم نتقبلوا هذا الشيء لازم علينا. هم انصاف ولادك انت يا ما تقلقوا لك شويه كي قعدوا في الدار هذه الفتره شنو يعني راكي عارفه الانترنت شادين لي سمارت فون لي تابلات لا تيلي هذه هي وخطره مراجعه وخطره الانترنت معليش شوفوا حتى الاطفال ما تحطوهمش في ضغط لانه ديروا حسابكم انه ما راهيش عطله عاديه والله يعني راهم في الحجر المنزلي ما يخرجوش برا فحاولوا انكم تلبيوا لهم رغباتهم وفشوهم شويه هذو اليامات الحمد لله منبنينهم كلش وماهمش لاباس عليهم ماهمش كارهين والله هيا تخبي تخبي الحمد لله انه العائله راهي متقبله هذا الوضع اللي رانا عايشينه انا ما كتبت البيت فالحمد لله ما نورمال جاتني عادي ولادي ثاني نورمال عادي الحمد لله الحمد لله يا ربي شيء جميل جدا بخير برك هذا مكان امين يا رب ام انصاف شكرا لك والحمد لله وحنا الحمد لله انا في ولايه المديه بصح مش في ولايه المديه بالضبط من دائره صغوان صقوان صقوان تحياتنا لهم جميعا الحمد لله والحمد لله الحمد لله راه شغل الدراري قال داخل الديار الحمد لله الناس متواعده بهذا الشيء يعني الحي فارغ نقدر نقولوا كل واحد شاد داره الا الكبار برك اللي يشرو كش حوايج ويدخلوا الدار يعني بالخف ما يطولوش جميل مادام انه في هذا الوعي وفيها كل هذا الانتباه شوفي من عندها دوجو كانوا شوي بصحة من لول البارح واليوم الحمد لله شوي نقصد الحمد لله توعوا الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله واحنا نتمنى السلامه والصحه للجميع وربي يبعد علينا شكرا ان شاء الله شكرا ام انصاف من ولايه المديه على اتصالك ودمتي وفيه لبرامج الشروق الله يخليك شكرا لك محمد يعني النسبه تاع الناس اللي مازال ما تقبلتش هذه الوضعيه راهي كما كانت قالت ام انصاف انه الناس راهي بالعقل راهي بدات تتقبل هذه الفكره كاين الناس كانت رافضه بتاتا هذه الفكره انه لكن الان ماشي ترفض ولا تقبل ولا ما تقبلش الان راك في المرحله الثالثه من انتشار الفيروس قصدينا انه اكتشاف حاله كذلك كانوا حطوا على مواقع التواصل الاجتماعي حاله واحده في قسنطينه قال كذلك جات يعني مسافره من الخارج يعني تقريبا كل الاصابات يعني جات مع الناس اللي كانوا في خصوصا في الارض الفرنسيه ودخلوا للجزائر. ايضا دعوات الجزائريين للبقاء في البيوت اللي قاموا بها العديد من الفنانين والرياضيين والممثلين صخر الدفاع المنتخب الوطني سابقا مجيد بوقرة دار فيديو للجزائريين طلب فيه منهم البقاء في البيوت وحسسهم بخطر الكورونا اذا امكن نتابعوا الفيديو يا احمد. السلام عليكم اتوتي اتوس un message à tous les algériens un message très important aujourd'hui vous savez que le coronavirus est partout dans le monde et la seule solution pour l'éradiquer et pour éviter la transmission de cette maladie il faut rester à la maison au maximum c'est très très important restez au maximum vous déplacez au minimum laissez surtout et protéger les personnes âgées, éviter le contact des enfants avec les personnes âgées parce que la plupart du temps les enfants sont porteurs mais alhamdoulilah c'est des porteurs sains mais voilà il faut protéger les personnes âgées, nos parents, nos grands-parents en évitant justement de sortir dehors si tout le monde reste chez soi la maladie va disparaître très rapidement mais cela passe par un confinement obligatoire donc c'est une petite période qui va être difficile mais alhamdoulillah c'est le moment aussi de rester à la maison prier Allah faire des doigts parce que kulush maktoub et avec Allah inshallah tout va s'éradiquer rapidement et profiter de la famille quand on est à la maison rester proche des enfants et voilà donc c'est un message très important qui vient du cœur restez à la maison s'il vous plaît c'est la seule solution pour que
on éradique cette bactérie, Inch'Allah. Voilà, prenez soin de vous et bon courage. On est tous dans le même bateau. إذن محمد قيلت قعدوا في بيوتكم وقعدوا في دياركم بكل اللغات وكل اللهجات وبكل النبرات بنبرة التوسل ونبرة الأمر ومن على لسان المشاهير الأطباء أصحاب المهنة وخارجي المهنة المشهورين الكل خرج وانطق وقال كلمة اقعدوا جملة عفوا اقعدوا في دياركم احنا ما زلنا نقول لكم اقعدوا في دياركم يا ناس والله ضرورة إذا كان شيء ضروري جدا نخرج عليه اللي هو الأكل فقط شيء ويخرج عليه شخص واحد في العائلة شخص واحد مش كامل العائلة يعني تروح تخرج وتروح يعني كامل يخرجوا يعني في قافلة كما نشوفوا في بعض المناطق يعني يخرجوا كامل باش يديروا ديكورس ولا يروحوا يقضيوا مشتريات أيضا يعني شفنا المواطنين يعني داروا قرارات تاع التعقيم الأيدي لصقون في البطوات هكا باش الناس تقدر كيتجوز يعني على الشوارع يعني. ولا يكون مع باليش انا مس نامبورت كال حاجه يلقى المحلول هذاك تاع التعقيم ويعقم به اليدين ديالو كذلك العاصمه وما جاورها وكل الولايات الناس اللي راهي تمد في العون اني نشوف كذلك احنا كل اتصالنا احنا معكم كاعلاميين على الـ على الـ على التلفاز وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لان نشوفوا ناس يقول لك بالك الناس اللي راهي في الحجر الصحي بالك تخصها نيمبورت كل حاجه يخصها يتنقل المريض الى المستشفى يخصها اكل ارقام راهي محطوطه الناس متبرعين ومتطوعين انه يساعدوا يعني. العائلات اللي بالك ما عندهمش غارسون في الدار كاين غير البنات بالك عائلات ما عندهاش سياره باش تتنقل لان وسائل النقل راهي كلها موقفه ما يقدرش اليوم يعني كل شيء متوقف كل حطت ارقام الهاتف ديالها وتقول لك اي حاجه ما عليكم تتصلوا 24 ساعه على 24 ساعه نحن في خدمه المواطن الجزائري راهو يساند في اخوه راهو يساند في جاره لازم يعني يساعدوهم كذلك الناس اللي راهي تساعد فيهم تساعد فيكم عفوا انه نثبطوا او نوقفوا هذا المرض في الحالات اللي راهي اكتشفت فيها هذا اكيد ياسمين لانه اذا ما كانش فيها تكافل والتضامن الاجتماعي في هذا الوقت بالتحديد ف يعني وقتاش راح يكون التكافل بين الجزائريين مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج كوفي تايم لكن بعد هذا الفاصل الاشهاري القصير نعود نقول لكم ما نديرش انيركلين متعدد الاصحه الملساء الجديد ينحي لماج وبزاف ليتاج هذه حكايه صاحبنا وصاحبنا يعطس والعطسه تجيه غير وين ما لازمش ميث الصح المشكل الكبير راهو في المنديل وصاحبنا مسكين ما لقى ما يدير غير عادتك اختر راحتك مع تطبيق موبي سبيس لموبيليس يمكنكم الاطلاع وتسجيل حسابكم اكتشاف العروض تسديد الفاتورة او تعبئة الرصيد سجلوا مجانا واستفيدوا من خدمة موبي سبيس للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.mobilis.cz موبيليس اينما كنتم فلاسك القهوة اسمع على جبنا منا الله ربي حمدة الله الله زهرة كيف تهدر يخلص له فاكتو تتبدل حالته قهوة فاكتو لازم يطيبها وحده يشربها وحده باش يرجع لحالته ويسترخى خاطره فاكتو احسن ما اخترته شغل في الدار ما نحبش انيركلي لافيتر ينحي لي ماش وبزاف ليتاج تعانين من تساقط الشعر اليك التركيبة الجديدة من كاليديرم شامبو بخلطة الثوم الطبيعية 100% يغذي فروة الرأس
من الجذور إلى الأطراف بخلطة الثوم تمنع تساقط الشعر وتجعله أكثر قوة ولمعان. كاليديرم الحل الأنسب الموصى به من طرف خبراء الشعر، جربيه وشاركيه بكل ثقة. كاليديرم، جمالك مسؤوليتنا. طماطم وزيد ناتور مارينارا، ذوق وحكاية. مبروك للفايزين معنا في طنبولة بخاري. قهوة بخاري تهديكم مئات الهواتف كل أسبوع بمناسبة عيدها 50. قهوة بخاري تشكر زبائنها على ثقتهم في جودة منتوجنا وتهنئ المجموعة الأولى من الفائزين. السلام عليكم، السيد عمران نور الدين من ولاية الجزائر. شفت طنبولة في التلفزيون، شارك عبر البريد ولا قد يربح رابورت بسامسونج نقال بعد 5 ديكو دابار وربحت هاتف نقال. نشكرهم وعليكم الصحة. برافو الفايزين. وكاين العديد من الفايزين تلقوا أسماءهم في صفحتنا على الفيسبوك. قهوة بخاري، القهوة المفضلة لدى الجزائريين. ودير المناج ما نديرش ما نديرش. أمير كلين متعدد الأسطح الملساء الجديد، ينحي لماش وبزاف لتاش. الكرة في وسط الميدان يلحق عليها سفيان. أوه الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. مثل ما قالوا في الدار جعلنا. جيبها للدار يا رياض، يكفيك الوقت يا رياض، روح يا رياض روح. نلتقي بكم بعد ربع ساعة مع بداية الشوط الثاني. شوف اليوم المدرجات مكتظة على آخرها. زيد واحدة يا رياض، زيد واحدة يا رياض، زيد واحدة يا رياض. هاي ديك بيتزا فريشكا، حطها في الفور يا رياض، حطها في الفور يا رياض. أبا 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 أبا. حضرة بيتزا فريشكا. أبا أبا أبا. هاي ليك بيتزا فريشكا، حطها في الفور. بيتزا فريشكا، أول بيتزا مبردة جزائرية 100%. يوم ورا يوم، أسبوع ورا أسبوع، الوقت يجوز واليامات يتبدلوا، بس حاجة واحدة ما نبدلهاش في حياتي. معجون الأسنان بيست سمايل سوان جلوبال يحتوي على الفليور لتقوية مين الأسنان، سترات الزنك للقضاء على الرواسب، وتركيبة من الزيوت الأساسية للأكاليبتوس والنينسون يسمح بتقوية الأسنان وإعطاء نفس منعش لحماية كاملة لأسنانكم. كل شيء تبدل وما يبقى غير بيست سمايل. بيست سمايل متوفر في الصيدليات. شغل في الدار ما نحبش. أمير كلين لافيت ينحي لماش وبزاف لتاش. إذا نعود لكم مشاهدينا بعد هذا الفصل الإشهاري، ويلتحق بنا في البلاطو الدكتور فتحي بالخيري استشاري كذلك في الأمراض النفسية والعقلية. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا بكم وشكركم على هذه الاستضافة. مساء الخير. مساء الخير دكتور. أكيد أنا كنت قلت سادة المشاهدين أنه اليوم حنتحدثوا أيضا على فيروس كورونا اللي تحول إلى وسواس عند بعض الجزائريين، يرقدوا عليه ويصبحوا عليه، وبعض يعني ولاو خصوصا الخاص والعام. يعني حديث العام والخاص، واكيد بالك الناس اللي عندهم شويه وسواس، الوسواس تاعهم كبر ولا لهم يعني وسواس قهري، يعني ولا كورونا هاجس يأرق حياتهم ودخلوا حتى في اكتئاب، حالات اكتئاب خصوصا مع الحجر المنزلي. اليوم يعني باش نسيو نوضحوا كل هذه الامور ونذكروا للساده المشاهدين انهم يمكنكم الاتصال وطرح اسئلتكم على الدكتور فتحي بالخير على الرقم الظاهر اسفل الشاشه. دكتور يعني في البدايه كنا انا وياسمين نتحدثوا قلنا على الجزائر ما حبش يقتنع بالحجر المنزلي كبداية، يعني على عقلية الجزائري يعني هكا تغنان تعانى من نروحش ما نديرش الحجر المنزلي رغم أنه الخطر أمامه في والله لو كان نشوفه في العالم، لأن هذه الظاهرة ظاهرة عالمية. لو كان نشوف في العالم وش حدث في إيطاليا،
حتى هما في البدايه كانوا مستهزئين ما كانوش خاذين الامور بجديه. كانوا يشوفوا اكثر الامور الاقتصاديه حتى ندخل لهم الفيروس والناس ما حبتش تدخل حتى ونخرجوا لهم العسكر حتى وخرجوا لهم الارمي باش الناس ولات تدخل ولات تخاف وشافوا نسبه الوفيات كثيره. حنا عندنا الزهر الجزائريين ان شفنا عندنا تجربه ورانا نشوفوا الناس الاخرين كيفاش راهي تعاني. يعني تجربه من اللي جا مثلا من شرق العالم حتى وصل صحيح صح ولا نشفنا خويا محمد درنا حصه كنا في حصه في شروق نيو وتحدثنا درنا لمحه صغيره عندها شهر وكان الفيروس ما دخلش الجزائر وقلنا ان شاء الله ما يدخلش وما كناش خايفين بزاف يعني قلنا بالك فيروس تاع لاغريب بالك حرب اعلاميه بالك حرب اقتصاديه بصح اليوم رانا نشوفوا فيه بعينينا الوفيات راهم موجودين ولازم يعرفوا الناس ان هذه الحاله انت كي تشوف الاموات في كل مكان في ايطاليا مثلا ولا في العالم وتشوف الدول والحكومات جندت اموال كبيره ملايير باش تلقى العلاج وتشوف انه حتى العسكر والارمي خرجوهم للطريق وتشوف الاموات تشوف الناس في الدار تشوف شوارع خاليه هذا المنظر واش يوحي لك؟ يوحي لك انك في حرب هذا منظر تاع حرب وكوارث تاع ازمه كبيره تقدر تصنفها في درجه الحروب الارمي خرج الناس راهم في الديار خايفين الناس تموت المقابر معمره رانا في حرب لذلك احنا نقول للمواطن الجزائري انك تحط روحك راك في حرب وكانك انت جندي من الجنود هذه اللي راهم يقاوموا في الفيروس هذا. العدو تاعنا هو عدو غير مرئي ما نشوفوهش، عدو خطير، السلوك تاع هذا الفيروس العلماء الدرك ما قدروش يحدوا السلوك تاعو. نعرفوا لي فيروس الاخرين لكن هذا الفيروس جديد ظهر هذا العام وتحول هذا العام حتى العلماء تشوفوا الاخبار كل خطره كل عالم واش يقول؟ يقول لك يريح سبع سوايع، كان يقول لك خمس سوايع، كان يقول لك يقتل الشاب، كان يقول لك يقتل الشيخ ولا المريض ومن بعد نشوفوا الشبان راهم يموتوا. ما عرفوش يعرفوا السلوك يعني ما صنفوش السلوك ديالو 100%. السلوك تاعو مش معروف حتى لدرك وهو فيروس خطير ونقدروا نقولوا اننا احنا اليوم رانا في حاله حرب ولازم نواجه هذه الحرب بالاتحاد، لازم نتحدوا ولازم نتفهموا حتى الولايات اللي مازال ما لحقهاش الفيروس ونقول لهم يجي اليوم ليحق لكم حتى انتوما كما هذاك اللي راه يشوف النار في دار جارو ويقول له انا ما قاستنيش حتى تلحق لي النار وبعد يجي الوقت تلحق له لدار جارو. احنا ما نخلوهاش توجد، احنا عندنا جنود درك راهم يقاوموا في هذا الفيروس، الجنود اللي راهم في الخطوط الاماميه في المؤسسات الصحيه ونغتنم الفرصه ونشكر جميع الزملاء ونحييهم ونقدر المجهود تاعهم ونشجعوهم على العمل اللي يقوموا به وحنا رانا واقفين معاهم لكن ما هما وحدهم ما يقدروش لازم احنا نعاونوهم لان الدوله الجزائريه كما في الصحه في الجزائر الصحه متقهقره هي اصلا مريضه يعني مريضه الجزائر وزيد لها كورونا خاصه انه مرض لحد الان مازال ما لقاولوش لقاح خاص به طبيعه الحال. وانت كنت تشوف انا رحت لايطاليا في 2018 ودخلت المستشفيات تاعهم وهضرنا معاهم وشفنا لو سيستيم دو سونتي تاعهم هو سيستيم جد قوي وعندهم مستشفيات فيها امكانيات وفيها عمال وفيها وما قدرولوش لانه ما كانش تطبيق للحجر المنزلي في الايام الاولى اللي كان هو السلاح تاعنا في هذه الايام ان لازم نديروا الحجر المنزلي والحجر على جميع المرضى ونكونوا كان جنود. سبحان الله تشوف في القران الكريم سوره سيدنا يقول لك النمله هذيك تقول لهم ادخلوا لا يحطمنكم سليمان وجنوده. النمله امرت بالمعروف النمل الاخرين ودخلوا وتخيل انت انسان وهنا الدور تاع إما انهم يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، اي انسان فينا يقدر يامر بالمعروف لانها عباده، هذه عباده اني نامر بالمعروف أكيد وننهى عن المنكر عباره عن عباده. أكيد دكتور احنا نقولوا هذه النقطه ولكن ياسمين عندنا اتصال. اكيد خلينا نستقبلوا اتصال اخر من البرج. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. ام رائد وش راكي؟ ام رائد من البرج. الله يبارك، ام رائد وش راكي؟ والله الحمد لله الحمد لله يا ربي. سؤال عليك ام رائد وش راكم في البرج؟ الحمد لله رانا الحجر الصحي اي عندكم اي عندكم شويه الحاله لانه في راس الواد تم اكتشاف حاله على ما اظن. لا في دائره برج الغدير حالتين يعني هما حالتين في فرنسا وزاد هذا الوالد نتاعو يعني. هذه في برج الغدير يلا ما لازمش. مليح انه المعلومه راهي عندك بالتدقيق. لا هم يتبعوا ام رائد راهي متتبعه. اخي محمد انا الزوج تاعي من برج الغدير. اكيد اكيد نتمنوا السلامه عليكم ان شاء الله ام رائد. الشفاء ان شاء الله يعني. ام رائد قولي لي كيفاش راكي انت مع العائله ديالك في البيت وكيفاش راكي يعني تدخلي الاولاد ديالك ولا حتى الزوج انه لازم يقعدوا في البيت لازم ما يخرجوش بزاف؟
شوفي اخت ياسمين، الاولاد راهم يعني براهي بدرجه مرتفعه جدا، يعني الناس كل حاكمين ولادهم، الناس كامل ذا حاكمين الحمد لله، لا دخول لا خروج، يعني بنسبه جد عاليه. جميل. الاولاد انا من نهار الامتحانات واحد ما خرج. جميل، احسن شيء، احسن شيء عملتيه. ام رائل نعم قولي لي، كورونا احيانا تحول الى وسواس يعني عند الجزائريين، كان الناس يعني ولات لهم وسواس هذه الكورونا، وش رايك في هذه النقطه؟ والله يعني احنا ناس مسلمين وعندنا قوه ايمان، يعني من المفروض نكونوا واعيين ونكونوا جدا مقويين ايماننا يعني ومرتبطين بالله تعالى بالصلاه بالدعاء كثرة قراءة القرآن. يعني أنا هذه الطريقة معتمدة فيها مع ولادي الصلاة، وراني معتمدة معهم باش يحفظوا صور قرآنية، يعني صرت جزء عامة يعني ليقدروا الأطفال يحفظوه صور تاعو شوية صغيرة، ويعني يعني هذه الطريقة راني متابعتها مع ولادي. ما بقاش غير الدعاء، ما كاين لقاح، ما كاين وسائل يعني البركة. أم رائد، الدكتور فتحي بالخير يحب يطلع عليك سؤال، تفضل دكتور. زوجي ما سمعتش مليح، زوجها وش بها زوجها؟ زوجها في حكم زوجي تاجر. زوجها تاجر. واش من تجاره يخدم؟ اسكو عنده كونتاكت مع الناس بزاف؟ وي هو تاجر عجلات، يعني عنده كونتاكت. واش يخدم نوع التجاره تاعو؟ عجلات، يعني يتعامل بزاف مع الناس، بورغانيزاتور، يتعامل بزاف مع الناس. اي ولا كيما في الحاله تاع الزوج تاعها، انه يلمس الادوات، يلمس العجلات، لازم ما يخمسش مع الناس، لازم يبعد الاتصال مع الكليون تاعو. وكي يدخل للدار، حنا واش ننصحوك ام رائد؟ الزوج تاعك يدخل للدار تستقبليه، تحطي له ان طابي فيه لو جافيل، يغسل فيه صباط، يمسح فيه صباط ويخليه ثم، ومن بعد الحوايج تاعو ينحيهم، تعلقيهم في بلاصه قريبه له هو للشمس ثانيك، ويدخل هو للحمام يدوش كامل، يغسل الاطراف تاعو كامل، يدوش كامل باش يروح هذا الميكروب، ومن بعد يقدر يتعامل مع الاطفال تاعو. ربما هي عندها اضافه، تفضلي ام رائد. سيدي المحترم اسمح لي على المقاطعة، يعني أنا يعني كي يدخل ديريكت من الجافا ديزانفيكتون الصباط وما يدخلش للدار، وحوايجو ما يدخلوش للدار، عنده مدة يومين، نهار الخميس مازالش فتح الحانوت، يعني راه موها غالي. خلاص الحانوت غالي. سلام عليك، عيطها الناس. هنيت. ولكن ما تخليش أم رائد، ما تخليش هذا الشيء يرجع لك هاجس ولا يرجع لك خوف، لانه طبيعه هذا الفيروس على حسب واش رانا نسمعوا فيه، انه ماشي هو اللي يجيك، ماشي تكون في الدار هو يدخل لك، انت اللي تنتقل له الفيروس. الفيروس تروح للتجمعات ولا تروح المكان اللي فيه شبهات، هو ينتقل لك. اذا الوسواس القهري، ما هو تعرف الوسواس القهري؟ انه انسان يكون مريض عنده وسواس من شيء غير موجود. مثلا انا نقول ميكروب في يدي ونبقى نغسل. اسمعي لي ام رائد. اسمعي ام رائد وبعدها عقبي. نبقى نغسل في يدي من شيء غير موجود. وكانه هوس في راسي ويقول لي هذاك الشيء موجود، ولا في الصلاه نعاود الصلاه وانا تكبت الاحرام وانا دايرها، ولا نغسل يدي من الميكروب. هذا هو تعريف الوسواس القهري. لكن في الحاله اللي رانا نعيش فيها اليوم، انه هذا الشيء موجود، ليس وسواس، ليس هوس، هو موجود في الخارج. والحل تاعو شنو هما؟ تروحوا لدياركم، في الديار ما كاش الاخر. اذا كنت داخل الدار وبقى لك الهوس تاع الغسل، انت راكي مريضه. البرا عادي اغسلي، بصح كي تروح للدار ما يتبعكش. اكد روح للدار ما يكون لا وسواس لا والو، ما تخافش، دير لي ريكومونداسيون واش راهم يقول لكم الاطباء واش راهم ينشروا. وثانيك حاجه واحده اخرى، ما نبقاوش نتبعوا في الفيسبوك والاعلام يوم كامل. ربما انا جايين نقطه الفيسبوك، هي الحمد لله يعني ام رائد راهي قالت لي راهي واعيه هاي الحمد لله، كل شيء بنظام يعني لحد الان الحمد لله. الله يبارك، شكرا لك على الاتصال وانقطع الاتصال. وخلينا نزيدوا نكملوا في هذا الموضوع، لانه موضوع كبير وخاصه يدخل فعل يضغط على الجانب النفسي. سامحيني ياسمين، عندك وسواس ولا لا؟ لك تدخلي هنا في الخدمه راهي ماشي قولكم راهي تاخذ الحيطه والحذر. صح، انا نشوف فيكم مراكش ملتزمين مسافه الامان. واحد نشوف كل واحد لانه علاه؟ لانه علاه البثلات هذوما اللي يخرجوا القطرات اللي يخرجوا من الفم تاع الانسان كيكون يهضر، هي تنتقل حتى لواحد متر. لكن المشكل في هذا الفيروس، الفيروس الاخرى تاع لاكريب، والله غير هذه ملاحظه كانوا يتمنى مواقع التواصل الاجتماعي لك. الله غالب، انا معقمين ان شاء الله، صدقونا كل شيء. خلينا لكن عليك انا خلاص ان شاء الله. اصحاب الديكور، اصحاب الديكور بالعيد، زميلنا بالعيد مسؤول الديكور يعني غيرنا باش نتبعدوا شويه. يلا، هو الفيروس هذا كي واحد يعطس على واحد اكرمكم الله، ولا واحد يسعل، ولا اللي قلت له تخرج في الفيروس
الفيروس العادي نقدر نقولوا حتى لواحد متر، وهما في الابحاث تاعهم يقول لك هذا الفيروس يمشي واحد متر، لكن الابحاث راهي تتواصل وكل يوم رانا نسمعوا جديد وبالك تطور ولا تطور ولا, يعني. ولا يقول لك كاين واحد يعيش في على الاسطح من 7 سوايع حتى 5 سوايع من بعد واحد يقول لك ايامات. وعلاه؟ لانه هذا طبيعه الفيروس، هذا هو ثقيل وينزل على الاسطحه كي يخرج ينزل على الاسطحه ما يدورش في الهواء. دوك الابحاث اللي راهي دوك يقول لك ما يمشيش اكثر من واحد متر، بصح على شهر ولا شهرين ولا عام على بالناش، راح يديروا ابحاث واحد اخرين وراح يديروا ريشيرش اكيد. ولكن خلينا نحكيو على الجانب النفسي اكثر، باعتبار كان تكمله لسؤال محمد انه قال لك وعلاش عقليه الجزائري من دون الدول الاخرى اللي قالوا لهم الحجر المنزلي، يعني الكل طبقه الاغلبيه نقولوا طبقه هذا الامر هذا غير الجزائري باش دوك راهم يطبقوه يعني حبه بحبه. وعلاه راهم يطبقوا حبه بحبه؟ لانهم شعروا بالخطر. من قبل ما كانوش حالات كنا نشوفوا فيهم وراء البحر. كي جاونا في الايامات الاولى كاين ناس وين قال لك هذه بالك بوليتيك بالك يقولوا لنا مؤامره بالك يقولوا لنا ادخلوا، لانه بطبيعه الحال احنا نعرفوا باللي واحد العوام اللي فاتوا هذو الثقه ما بين المواطن والدوله ما كاش ما كاش ثقه، كي يهضر لي مسؤول ما نديرش فيه ثقه. هما قال لك المسؤولين هذو ما ديروش في الثقه باش يحبسوا لنا الحراك باش يمنعونا باش نجولوا. كاين ناس واحد اخرين يخافوا على الرزق تاعهم، يقول لك انا وكان نغلق وتكون حال الطوارئ واللي ما تدخلش دراهم. فهذه النقطه تاع الرزق اللي رانا نقولوا عليها لازم يعرف الانسان ولا اي مواطن انه الصحه هي راس كل شيء. هي راس كل شيء في الاولويه تاعنا. وشنو هي في اي اولويه تاع اي انسان ولا اي جنس ولا عندك الصحه ومن بعد الاهل ومن بعد يجي الرزق. وعلاه الصحه؟ الصحه عندك غير صحه واحده، ثم تدخل السبيطار تطفر فيك تولي تتمنى انك برك تشرب ماء برك هذا ما كان تقول لهم ادوا كلش وخلوني بصحتي. العائله ما تتعاودش الابوين، لو كان نروحوا نعدوا ابوينا ولا والدينا ولا جدودنا ولا عمومنا كبار ويكون شاب يقول لك انا ما نمرضش بصح يدي المرض للدار ويمرض يماه تموت ما يلقاش وين يجيب يماه واحده اخرى سيبو. لكن الرزق وعلى ربي سبحانه، تقدر تخدم في هذا العمل يجيك رزق تحبس اليوم غدوه. لهذا احنا نقول لهم الصحه هي الصح. ريح في الدار الرزق راح يجي من بعد، رانا نشوف احنا ركود ما تخافش حاجه يعني ما العالم كامل حتى في امريكا حتى في ايطاليا كاين ركود شامل تاع العمل. صحتك هي الصح وصحة والديك ثاني. أكيد أكيد الصحة هي الصح، ولكن محمد راح نقاطع. الناس اللي عندها بالك أمراض نفسية وما تتحملش عندها فوبيا الأماكن المغلقة، فوبيا أنه تريح في مكان ما تتنفش ما تشوفش ما تخرج، هاد الناس اللي بالك وتتعاطى كذلك عفوا تشرب الدواء الخاص بالضغط النفسي وكذا، كي يقعدوا في الحجر الصحي واش دكتور بالك اللي تنصحهم انه يديروه باش ما يحسوش هذاك الضغط عليهم؟ اول حاجه كل هذه الامراض سامح دكتور اسمك كل هذه الامراض عندك يعني شخصيه يعني بالك تعرف ناس عندهم الامراض يعني تعرضوا فوبيا الاماكن المغلقه. بطبيعه الحال انا اليوم كنت في العياده تاعي وليت نخدم حتى ل 12 نقصت الاخر سيرفيس مينيموم، وكيجوني المرضى كاين مرضى مساكن كان عندهم وسواس وبراو منه عندهم عام عامين فهذه الضربه عاودوا رشوتها وجاوني قالوا لي خفنا واش نديروا. بطبيعه الحال انا كيجوني عندي وسائل تاع التعقيم، يدخل بالمريض ما نخليهم يستنوا في السياره تاعهم ما ندخلهمش لاصال داتون ويدخل بالواحد ويكون البعد ويكون مطهرات لازم يطهروا يديهم باش يدخلوا نديروا جميع الاحتياطات. مطهر عندي واحد يلا عندك واحد قلت لك كي جا وقال لك احنا برينا بصح في هذا الاستراس تاع المرحله هذه عاود رجعنا الخوف رانا نخاف ورانا نغسلوا بزاف رانا نغسلوا حتى وين يدينا يمرضونا من الوجافيل ولا حتى وين ولات عندنا حساسيه. حنا هذو المرضى بطبيعه الحال يكون عنده طبيب، الطبيب تاعو يتابعوا هذا المريض اللي راح يدير في الحجر وعنده ادويه، يستشير الطبيب تاعو حتى عبر الهاتف ولا يعيط له ولا حتى كي يروح الاماكن اللي فيها الحجر راح يبعثوا لهم اطباء نفسيين راح يعطوهم ادويه راح يشوف راح يراعي كل انسان والحاله تاعو. الله اعلم بالك كل انسان عنده حاله راح يجوز عند طبيب يشوف واش عنده التشخيص على حسب التشخيص بالك يحطوه في اماكن واسعه اكثر بالك يبعثوا لهم دي بسيكولوج. اكيد اكيد نتحدثوا على الموضوع اكثر دكتور الان نتوقف. نعود لكم مشاهدينا وتكمله لمباشرنا لحلقه النهار اليوم وضيفنا الدكتور دكتور فتحي بالخيري. دكتور نزيدو نتحدثوا اكثر حول الحاله النفسيه للناس اللي راهي في الحجر المنزلي وخاصه الاباء يعني اللي الكونتاكت مع اولادهم يكون قليل يجي في اخر اليوم يقعد مع اولاده يا ربي قبل العشاء شويه وراح يرقد غدوه من ذاك غبلوت انه يعاود يروح الخدمه. يا مات هذو اللي راهي الحجر المنزلي انا نشوف اباء يقعدوا مع اولادهم بزاف يعني هذا شيء يزيد يقرب الطفل من الاب ديالو. دار سؤال هذا مليح.
وعلاه كما يقول لك اي شيء ضار فيه ان بتي كوتي وين يكون مليح، فيه جانب وين يكون ايجابي. الله اعلم كما هذا الجانب الايجابي اللي راك تحكي عليه، انسان يولي يريح مع ولاده 24 ساعه في الحجر، في الحجر المنزلي. وين يولي يتعرف على الطفل تاعو، بالك الاب ولا سيرتو الاباء بالك يشوف وليده كما قلت انت ساعه ولا زوج. ما يكفيش الوقت باش يتعرف على الشخصيه تاع وليده، كيفاش عامل وليده هذا، واش يحب واش ما يحبش. شخصيه الطفل تاعو ما يعرفهاش. هذه فرصه باش يعرف شخصيه الطفل. لانهم الذراري في اليوم الاول الثاني يتقلقوا، ومن بعد يوالفوا الريتم تاع الحجر عادي يوالفوه. اليوم اللي بيقاهم خاصة ولو كان دار لهم بروغرام مليح في الدار، وين يقريهم برنامج مليح، يقريهم يدير لهم دي فيديو عندهم اهداف تربوية، يقريهم قرآن، يصلوا كيف ما كاش صلاة في المسجد، يقدر يصلي مع اولاده ويدير صلاة جماعية. وهذيك اللحظة وين الطفل يولي يتقرب أكثر من الوالد تاعو. راكم تشوفوا بالك انا اليوم ما راهش نتبسم بزاف، محمد يعرفني ولا ما راهش نتبسم، وعلاه؟ لان الدعوه راهي واعره صعيبه، ما كاش كما يقول لك تمسخير ولا في هذا الشيء، ما كاش يعني امور مش للتنكيت ولا لانه نكتنا على ذكرنا، لكن الان ناخذ الامور على محمل جد. ايضا مثل ما ذكرت ياسمين انه ربما الحجر المنزلي قرب العلاقات الاسريه، ربما يقدر ايضا يكونوا مشاكل ما بين الزوج والزوجه لانه ماشي متعودين انهم يقعدوا مع بعض لمدة طويلة ولساعات طويلة، فربما الزوج عنده ملاحظات، الزوجة تتقلق، هذاك الضغط النفسي تاع المرض، الضغط المنزلي، كيفاش يتعامل الزوج مع الزوجة تاعو بعد ما والله واش نقول لك، هذه صعيبة صعيبة بزاف. الزوجة تاعي قبل عيطت عليا قالت لي ماذا بيش ما تزيدش تدخل الكوزينة تجاوب، تزيد تدخل في الكوزينة، راني زدت في الميزان ديجا، عندي 5 أيام ولادي هذه جبت باسكو الصباح ناكل. احنا نروح لهذه النقطة، يعني ربما المناوشات ما بين الزوجين خلال هذه الفترة. بعد ما استقبل اتصال من ولايه سعد انقطع الاتصال تاعها. يلا نروحوا في هذه النقطه. دكتور قلت لك انه الان ربما الزوجه تكون تحت ضغط الحجر المنزلي، الاطفال في البيت، الزوج يعني كان حياته متعود انه باك يكون في العمل ولا يكون في المقهى ولا، فبالتالي يعني اي ربما مشكل صغير شراره يعني وتصبح هناك مشاكل، خاصه اذا كانت العائله صغيره وين الزوج مع زوجته كاين اطفال. اطفال واش راح يديروا؟ منزل صغير، الاطفال يبداو يديروا في الضغط في المنزل، يتحركوا بزاف، عندهم انرجي كبيره، وين هذيك الانرجي يخرجوها في الاب والام، ومن بعد انت كاب ولا ام ما تقدرش تضرب وليدك، تولي ترجعوا للزوجه تاعك والزوجه تاعك ترجعوا عليك وتتقلقوا، والطفل تضربوا خطره زوج يغيظك، ومن بعد تولوا ترجعوها على بعضكم بعض، اللي هو يلوم هي تلوم، وانا كرهت انا عييت ما عرفتش نقعد مليح، الاطفال هذوماك. ولازم نعرفوا بلي الطفل عنده هذيك الانرجي لازم يخرجها، لازم يديجاجيها. فهذه الحاله لازم الوالدين يتفاهموا على بروغرام، يتفاهموا لان هذا حاله مؤقته ولا يقسموا، قال الصباح اقعدي معاهم انت العشيه انا وغيرها، ولا الاب مثلا يشد الدراري وهي تروح تدير بواجبه المنزل، ويتقاسموا المهام ويديروا في بالهم باللي هذه فتره مؤقته، يعني وان شاء الله 15 يوم ان شاء الله 15 يوم وراح نجوزوا رمضان مليح، وراح في العيد نولوا الحاله تاعنا الطبيعيه ان شاء الله. راح نستقبل اتصال اخر من مرداس. يا سعاد من فضلك نقصي الجهاز التلفزيون، نقصي له ولا بعدي عليه. الو مساء الخير سعاد. مساء الخير، واش راكي؟ الحمد لله. مازال صوت التلفزيون انا نسمعوا فيه، سعاد صوت التلفزيون وسمعينا عن طريق الهاتف باش نسمعوكم مليح وسمعينا احسن. يلا سعاد، هذه من ولايتك دكتور من ابو مرداس. انا حابه نقدم امي الجزائري من هذا المنبر. تفضلي. اكيد كلهم باللي الوضع اللي رانا فيها هو خاطر بزاف بزاف بزاف، ولازم يتخذوا كامل التدابير اللي راهي توفد لهم وزاره الصحه، وما يتهاونوش بالامر. وحبيت نخصص على الحجر المنزلي، يعني ما هوش حاجه صعبه، مده 15 يوم او اكثر لا نعلم، وحيفوت ان شاء الله حتفوت علينا هذه الازمه ونولوا بخير ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله كل واحد يلتزم بيته، يشد اطفاله عنده، اللي ما عندوش حاجه ضروريه يقضيها في برا، ما عليه غير يقعد في الدار باش نقللوا من هذا الوباء ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. صراحه الشعب الجزائري كامل راه متخوف، انا وحده. اكيد اكيد. سعاد قولي لي انت كيفاش راكي تجوزي وقتك في البيت في هذا الحجر المنزلي؟
ظروفه؟ نورمال يعني عادي جدا مع وليدي صغير تتفاصل نربي فيه صغير ما يخرجش مع رجل نحرص فيه ما تخرج ما تروحش ما تديرش هكا ولكن بطبيعة الحال احنا بنسان تخوفه ولكن الرجال صعب باش تحكميهم في الدار بكل صراحة. الزوج ديالك تسمى ماشي قاعد في الدار الزوج ديالك ماشي قاعد في الدار حبيبي لا يقول لك بونفوا على نخرج دقيقة الحي نعاود نولي نشوف صحابي تسمى روية تلاقى مع صحابه ويجي للدار وانت عندك انا وفاق لا هو يقول هكا نتلاقى مع صحابي والاخر يقول نتلاقى مع صحابي والاخر يقول نروح نشرب وانت عندك طفل صغير في الدار عندي طفل صغير شهرين يعني والله غير ما نكتبش عليك راني متخوفة ملاحظة سعاد الدكتور حبيب يوجه لك ملاحظة تفضلي هي الأخت سعاد نفهمها وعلى راهي تهضر هذه الهضرة لانه انا لاحظت انه النساء راهم موسوسين اكثر من الرجال في هذه المرحله وعلاه لانهم هما راهم مسؤولين عن النظافه تاع البيت هما راهم مسؤولين عن النظافه تاع الاولاد وثاني كيريحوا في الدار 24 ساعه وهي تشوف الفيسبوك وتشوف الاخبار وتشوف الاخبار الناس تموت المرض تتقلق اكثر من الزوج راهو يخرج لبرا وراهو يشوف الحياه تقدر تقول شويه طبيعيه وين يخرج يتلاقى مع اصحابه يخدم يشوف يتنحلوا الضغط لبرا لكن الزوجه كي تريح في الدار راح يزيد لها الضغط راهي تسمع والمراه عاطفيه شويه بابور الراجل يقول وتهول وتهول والمراه ثاني تعرف قيمه النظافه المراه لانها هي اللي راهي تنظف اولادها هي اللي تنظف بيتها ماشي الراجل هو راهو يجي يسيق المراه تعرف قيمه النظافه اكثر من الرجل وهي اللي تسهر على النظافه تاع زوجها ودكتور احيانا تلقى العكس تلقى الرجل يعني يكون عنده وسواس من النظافه وبلاك يعني يبقى يتالف في الزوجه تاعو نقي هذه واسي هذه الزوجه تتقلق لانه بلاك هي تعرف كيفاش مضايه تنظف خدمتها تعرفها تقول ما دخلكش في الخدمه يعني تاعنا. هناك يسرى يسرى مناوجات لازم كما في الحاله تاعها ان شاء الله كما راهي قالت الحجر 15 يوم الزوج تاعها لازم يريح في البيت ما باش واش يعمل واش يعمل الاخت الزوج تاعك انا الزوج تاعك واش يخدم سعاد يخدم شوفير شوفير المفروض خلاص راهو حابس كل شيء الان النقله وحابس هاي خلاص قولي خلاص مليح قعد في الدار قعد في الدار سيو كيفاش شحال عندكم زواج؟ عندنا يوناني اكزاكت هاي الله يبارك جبدوا لي فوطو تاع الزواج تاع العرس تاعكم وشوفوهم عقبوا بهم الوقت ولا احكوا على المشاكل تاعكم كيفاش تحلوهم ولا ما عندكم سوء تفاهم في كش حوايج اجبدوا الموضوع وحكوا فيه هذه فرصه انه الزوج ما عندهمش مشاكل فمعليش حابه نقدم ثاني رساله النساء كامل راهم قاعدين في الدار هذه يعطينا ربي فرصه باش نتقربوا منه نكثروا من الاستغفار نكثروا من الدعاء اكيد طبعا الحال الواحد يقرا القران ثاني في يغتنم الفرصه وهي راهي تخدم شغلها تستغفر نكثروا من الدعاء نكثروا من الاستغفار نكثروا من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام يا ربي في اقرب وقت يرفع علينا ربي هذا البلاء ان شاء الله حلول شهر رمضان ان شاء الله يا ربي يجينا شهر رمضان وحنا نكونوا بصحه وعافيه امين يا رب ان شاء الله شكرا لك على الاتصال سعاد على اتصالك وعلى النصائح تاعك هي ديجا المشكل اللي نلقاوه دائما ماشي في النساء ولا حتى النساء اللي ماكيتات في البيت لي فامو فواي المراه اللي تخرج وتجي المراه الخدامه والرجال كامل اون جينيرال لانه خدامين وكل وقتهم يقضوا في برا لكن النساء اللي ماكيتات في البيت تلقاها تقول لك انا عادي ما عنديش مشكل تقدر كما قال الاخ محمد تقدر توالف ولكن كاين وين الرجال نكاديين كما يقول لك وين راجل يريح في الدار يهبلها تقول كان غير تخرج وتخليني في الدار وحدي وين هذا النوع من الرجال لازم يتفهم الوضعيه اللي راهي لازم يتفهم ويسي كيفاش يسايرها لانها الحجر هذا راح يكون 15 يوم 20 يوم كاقصى تقدير ان شاء الله يكون والناس تعاود ترجع للحياه تاعها ان شاء الله نقرا بعض الرسائل وهاب جلسي هل يمكن استقبال مكالمات من من خارج الوطن هو ويتبع فينا من الولايات المتحده الامريكيه أكيد من نيويورك اكيد وهاب زيد صفرين 213 ونتمنى يعني نقول نطلب منك انك تاخذ الحذر تاعك لانه نيويورك الان اعلنت انها منطقه موبوءه فرجاء اخذ الحيطه والحذر دكتور في وحده تسال قالت انه هي ماكثه في البيت لكن والفت انه في كل صباح تروح يعني تتسوق تروح للمارش يعني والفت هذاك الروتين والان جاتها صعيبه باش تتاقلم هل من نصائح يعني توجهها لها في هذا الخصوص؟ في هذه الحالة اللي رانا فيها نعود هذه حالة استثنائية نقول هذه المرأة هي عبارة عن حالة استثنائية لازم نصبروا لأن بالك هذا الظرف اللي رانا نمر فيه نتعلم منه أشياء كثيرة من بين هذه الأشياء أنه الإنسان يصبر يتعلم الصبر لأنه هذا الصبر شيء مكتسب
راح تقلق. حنا كنا في الايام الاولى اولادنا ولا حنا تقلقنا في اليوم الاول، اليوم الثاني تقلقنا شويه، لكن بعد مع الوقت الانسان عنده قدره كبيره، ربي سبحانه خلق فينا قدره كبيره ان نتاقلموا مع جميع عندنا تاقلم مع جميع الظروف. اليوم الاول الثاني الثالث ومن بعد تتاقلم عادي، تدخل في الروتين وين على بالها واش دير صباح دير على 12 دير في الليل، ومن بعد خلاص مع الوقت مع الوقت. ومن الاحسن انه كما كنت قلت دكتور انه الانسان واحد يدير روزنامة بروجرام نروحوا في اليوم واش يدير، كل يوم عنده بروجرام متنوع. خلينا نستقبلوا اتصال اخر لايمان من تيبازا. الو مساء الخير. الو مساء الخير ايمان. ايمان بعدي على التلفزيون ولا نقصي له باش نقدروا نسمعوك احسن، لانه الصوت ديالنا رانا نسمعوا فيه. واش راكم مناح؟ لاباس الحمد لله ايمان. نسمع بيبي ويناغي. راكم مناح؟ الحمد لله انت بخير ايمان. كنا غير لاباس الحمد لله. شكون هذا بيبي تاعك؟ والله ربي يبارك فيك. راكم منورين الشاشه. الله يخليك، شكرا لك ايمان. شي هذا بيبي لو عندك ايمان ولا لا ويناغي قدامك؟ مش لا لا خلاص خش كامل في انا من جدول حبيبي دير الصلاه اللي مشي سمعك. لا يعني سمعوني انا خش كامل خليتها. الله يبارك. ايما قولي لي شحال عندك دراري؟ لا لا انا ماشي مزوجه. ماشي مزوجه يعني هذو ولاد من هذو؟ خمتك؟ خمسة ان شاء الله تتزوج. الله يبارك ان شاء الله. ايمان قولي لي كيفاش راكي في الـ في, الـ في ظروف الحجر المنزلي في البيت مع خالتك الصغار سيختو؟ قاعدين في الدار ما قبل هبلونا. شفتي كيفاش؟ شحال في عمرك ايمان؟ 20 20 سنه ما شاء الله مازالها صغيره. ايمان قولي لي كيفاش راكم تتعاملوا في الحجر المنزلي، خصوصا انه بالك نعرفوا انه اطفال كثيري الحركه، كيفاش حاولوا تقنعوهم انهم يبقاو في البيت يعني وما يخرجوش برا؟ نعطيهم تليفونات اللي يجوا تاعهم يودي ديرهم حاله باش غير يقعدوا في الدار ما يخرجوش، ما يخرجوا يعاودوا يولوا لازم غير يدخلوا نديروا نغسلوهم بعدش الطفل الصغير شغل ما ينتبهش يلعب ليه ويتوعوا لازم دائما يغسل يده ثم نضمهم وراهم. ايمان الدكتور فتحي بالخير ربما حب يوجه لك كلمه. ايمان واش من منطقه السكني؟ تيبازا. في بوسماعيل. بوسماعيل الله يبارك. وقلتي لي الاطفال راكم تخرجوا فيه، الاطفال راكم تخرجوا فيهم ومن بعد يجوا تغسلوا لهم، كيف هذا اليوم ولا البارح ولا وقتها هذه؟ لا لا هذه زعما كي يخرجوا ما تقطع برا يلعبوا ولا في جو يتوحم يغسلهم يدهم. في البيت يعني في البيت كيما نقولوا. كي يكونوا في البيت وما يكونش ناس واحد اخرين يدخلوا لاكور هذه ما كاش مشكل، تقدروا تكون الظروف تاع الغسل والنظافه تكون عاديه. هي الاطفال نورمال يعني هي الاطفال لازم ما يخرجوش الاماكن وين يكونوا ناس واحد اخرين وين تكون اماكن عموميه اللي فيها ناس برانيه يدخلوا. مانيش خايفه لانه الاطفال على بالك الاطفال ينقلوا المرض وهما ما عندهم حتى اعراض، يقدر الطفل ما يكون حتى عنده اعراض وينقل لك الفيروس يجيبه للدار. أكيد. والناس الكبار يمرضوا ما تبانش عليهم. كيفاه؟ قلت لك من الاعراض ما تبانش عليهم. ما تبانش الاطفال حتى الان يقول لك الاطفال اقل من 15 سنه ما تبانش عليهم الاعراض حتى ولو كان كانت اعراض تكون اعراض خفيفه على حسب الابحاث. حنا نهضروا على الابحاث. يقول لك اعراض خفيفه حمى خفيفه وما تفيقلهاش ما يشكيش الطفل منها اصلا، ولكن المشكل في الطفل انه هو قادر ينقل العدوى للناس الكبار، يدخل يروح عند جده يروح عند باباه، جده يكون مريض عنده السكر عنده لاطونسيون ومن بعد يقدر ينقل له المرض وتصرى هنا تصرى كارثه. انا ننصحك الاطفال ما تخلوهمش يبعدوا على الدار بزاف، خلوهم غير في لاكور ثم يلعبوا ويدخلوا ما يخرجوش. وربي يعافينا ان شاء الله. امين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك ايمان على الاتصال وعلى تفاعلك. تفضلي يلا. تفضلي ندير اوداء لا فامي بن ديلمي في تيبازا، لا فامي عبد اللي في عند فلا، اوداء الماما والبابا وخوتي. الله يبارك ربي يخليهم ليك. وقعدي انت مع خوتك صغار في الدار تتسلاو هكذا؟ على بالي بلي احنا شويه بانطو بانطو على بالك مع ديفيرونس داج شويه مازال عندها يعني هذيك الطفوله المتاخره. شكرا لك ايمان على اتصالك. شكرا جزيلا. دكتور نعاود نقول لك مادام انه ما بقالناش بزاف الوقت، ايضا بالنسبه لكبار السن لانه فيه شخص ارسل لي رساله قال الاخ محمد اذا امكن دكتور يقدم نصيحه للوالد تاعه لانه
هو الوالد تاعو كان موالف في روح يعني في القهاوي يريح مع اصحابه ويلعب الدومين يلعب الكارطه وغيرها، لكن الان جاتهم صعيبه انهم يقنعوها انه لازم يريح في الحجر المنزلي خصوصا مع غلق المسجد مساجد. يعني قال لك كيفاش نحاولوا نتعاملوا معاه، وهل هناك ادويه مهدئه ربما الاشخاص اللي عندهم نوبات غلط؟ طبعا الحال والله في الوضعيه تاع الناس المسنين واللي عندهم امراض نحسوا لهم من الجهه كي يقولوا في الاعلام يقولوا الناس اللي كبار فوق 60 سنه وعندهم امراض يموتوا، هذا الشيء انسان كبير كي يسمعه ماشي سهل. تخيل انت يقول لك سمح لي نقطة دكتور، يعني هذه النقطة اللي تحدثت عليها نشوفوا انه ناس يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسمين ينشروها بدون حياء بدون خجل بدون مراعاة المشاعر، المشاعر تاع يقيس الكبار وكأنه واحد يجي يقول لي كورونا يقيس صحاب 30 سنة يعني ولا يقيس تخيل يقول لك الكورونا يقيس الصحفيين تخيل. لا احنا موالفين احنا لكن واحد كبير يعني واحد كبير كما قلت انت ديجا هو راهو انسان كما يقول لك حساس وعنده مجهود في الحياه هذه يزيد يسمع باللي المرض هذا يقيسه ويقدر يقتله هو لو برومي كي فيزي راح يأثر فيه وراح يقدر ينهار ولا يبقى يخمم، حتى وكان ما يبينش يبقى يخمم يقول لك انا كيفاش. احنا لازم نراعوا هذا الجانب تاع الشيء هذا، الجانب النفسي تاع واحد كبير الجانب النفسي تاع والانسان كبير كما يقول لك يحب يروح للمسجد في معظم الاحيان، والدوله واش دارت اول شيء غلقاته هو المساجد. كاين ناس كبار انا نعرفهم ناس كبار قال لك كيفاش يغلقوا لنا المساجد وعلاه يغلقوا المساجد، مكه وغلقوها كيفاش انت المسجد تاع الحي تاعك ما يغلقوش؟ وشفنا الناس تغنات يعني تروح تصلي قدام المسجد باب مغلق وما يصلوا فيه، مكه والحرمه تاعها وغلقوها، لانه كاين علماء احنا ماشي راهم يديروا، كاين علماء قال لك افتاو وتفاهموا قال لك المساجد هذه وخاصه احنا في الجزائر وعلاها غلقوا المساجد الاولى لانها فيها ما نقولوش شيوخه نقولوا الطبقه الهشه. الطبقه الهشه وشنو هي؟ قادر يكون انسان كبير في العمر، قادر يكون شاب عنده مرض قادر يكون شاب عنده نقص المناعه هذو هما الطبقات الهشه، وصلت تكون على الطابي وطابي يعني عنده وصعيب باش تتحكم في العدوى في المسجد لانه المسجد مغلوق الناس كامل تتنفس على بعضها بعض وشكون راح ينضر الاول؟ هما الفئات الهشه كما حكيت عليهم، نقولوا احنا الفئات الهشه ما نقولوش الناس الكبار، الفئات الهشه قادر يكون انسان جان صغير في وقادر يكون في عمره 60 سنه تلقاه بصحته خير من واحد يكون في المناعه تاعو خير من واحد صغير. اكيد ربما ما بقناش الوقت بزاف دكتور، اذا امكن في عجاله توجه كلمه اخيره للساده المشاهدين هكذا هاي الكاميرا امامك. انا اول كلمه نقولها نشكر الطاقم الاطقمه الطبيه اللي راهي في الميدان ولا راهي تقاوم، لانه عندي زملاء راهم يخدموا ثم ونتمناو لهم ربي سبحانه يعاونهم يعطيهم القوه ويعطيهم الشجاعه انهم يقاوموا هذا المرض ويعاونوا الشعب هذايا، وثاني نتقدموا بالتشجيعات الامن والحمايه المدنيه وكل الناس اللي راهم في الخطوط الاولى. وبالنسبه لنا احنا كاطباء احنا رانا نقدموا النصائح ونقدموا واش يلزم الحال، لانه حتى في الدين تاعنا يقول لك النهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللي يقدر ينهى عن المنكر بيده راهو في الميدان، اللي يقدر ينهى عن المنكر بلسانه هاو يهضر، انتوما صحفيين الناس اللي يقدروا يمدوا النصائح هاو يهضر يقول الناس ريحوا في الدار ما تخلطوش، والانسان اقل ايمان انه بقلبه يامن باللي راح لازم يريح في الدار، حتى وكان ما قدرتش انت تعاون معليش ما تعاونش ريح في الدار ما تتحركش في الدار. كي تريح في الدار دير في بالك باللي راهي معاونه كبيره للاطباء اللي راهم قادرين يتعرضوا للوباء هذا وقادرين يموتوا في المستشفيات لانهم ما عندهمش وسائل. ونتمنوا ثانيك ربي سبحانه ينحي علينا هذا الوباء في اقرب وقت ونعاودوا نرجعوا للحياه الطبيعيه تاعنا وندوزوا رمضان مليح يعني قضيت وقت فقط قضيت وقت حتى احنا نحاربوا الوقت احنا ماذا بينا انه احنا رانا نمددوا في الوقت الوقت راه لذلك انه وان شاء الله في رمضان ولا في العيد يروح الوباء هذا ونكون نرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله. اكيد شكرا لك دكتور على كل هذا النصائح وحضورك اكيد معنا وكل الاشياء الايجابيه وحتى التخويف اللي كنت اعطيته للساده المشاهدين ديالنا في هذا المباشر اللي ما بقاش وقت كبير فقط ربما ياسمين يعني كنزي بعث لي صوره ابنها وراهي خايفه لانه هو يعني اللي زاد هو مريض كان عنده بوسفاير وبعدها الانيمي فهي خايفه عليه اذا ربما يقدر يقيس فيروس الكورونا يعني بالك هي مسوسه شويه ربما نصيحه تقدمها الام كنزي. النصيحه انها تشد وليدها في الدار وتريح ما تخرج حتى الضياف يجوها ما يجوهاش وما تروحش الضيف، حتى واحد كي يجيك باش يضيف عندك قول له اسمح لي ما نقدرش نضيفك لانه عندي وليدي مريض ما نقدرش عندها حاله ولا حتى وكان ماشي بيجيها مريض
يقول ما نقدرش كل واحد يحكم داره ومن بعد ضفتو بزاف ورحتو وضفتو وليدها كيريح وكليتو وشربتو لا صراحه لانه كاين نسو خلاص الدنيا ما نروحو ما نقدروش نجوع عندكم لا 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 كل واحد يحكم داره في الظروف الديار يعني دوك كل واحد يحكم داره كاين تليفون كاين الانترنت كاين التواصل الاجتماعي تقدر تقولها ما تخافش على الطفل تاعها بانه في الدار وراه محمي ما تخافش عليه لانه الحمايه راح تكون في الدار الفيروس ما يطيرش في الطاقه يدخل من الطاقه ويدخل الابن تاعها ما كاش منها هذه صح انها ما تخرجوش وما كاش كونتاكت مع الناس برا وهي بطبيعه الحال كل ما تجي تمس وليدها تغسل يدها تغسل يدها تنظف دير الاحتياطات تاعها وتقوم بوليدها حتى ولو كان عنده موعد عند الطبيب تاعه هذا الاخر سي انها تتصل بالطبيب بالهاتف اول شيء باش هو يقدم لها نصائح اسكو تجيه ولا ما تجيهش لازم تتصل دائما بالبيدياتر من الاحسن من الاحسن وما تروحش ما تديش وليدها ولا متاكد انها طبيب حتى وكان تتصل به يقول لها ما تخرجيش بالك يعطيها نصائح في الهاتف وكان دواء ولا تروح تجيب من الصيدليه وكي تجي من الصيدليه هذوك لي بواط تغسلهم ماشي تغسلهم تمسحهم بحاجه معقمه لي بواط باسكو كانوا لبرا والصاشيه تربيهم وتداوي وليدها عادي شكرا جزيلا دكتور على كل هذه النصائح في فرصه لاحقا ان شاء الله ياسمين عندك اهداء على ما اكيد اكيد بصبح راه مهبلني ياسر في الباستي قال لي باللي اهداء خاص للوالده ديالي ام ياسر كسوري اللي راهو معنا في البرنامج ولا يستقبل في اتصالات الهاتفيه لكل الناس اللي شكرات وكذا ام ياسر تحياتنا ليك الكبيره وعلى بالنا بلي راكي متقلقه على وليدك بزاف حنا ثاني ها كي تشوفي فينا رانا قاعدين اكيد في خدمه مشاهدينا واكيد مباشرنا للنهار اليوم قالت له ثواني قليله تفصلنا ما بيناتكم على امل بقياكم كالعاده غدوه ان شاء الله محمد غدوه ان شاء الله فقط فيها يعني تغييرات طرات على برنامج كوفي تايم راح نعودوا ساعه فقط من 3 للربعة على العشيه ابتداء من يوم غد لذلك يمكنكم المشاركة في فقراتنا التفاعلية سواء عبر الفيسبوك أو عبر الهاتف من الساعة 3 إلى غاية الساعة 4 نشكر كل سادة المشاهدين اللي تفاعلوا معنا غدا إن شاء الله أنا وياسمين نلقاكم في عدد جديد إلى اللقاء كوفي تايم